خلينا دلوقتي نروح مرة تانية لزميلتنا دينا علشان نتعرف منها على ملخص سريع لأحوال الطقس. دينا، بشكرك يا مصطفى. فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في نشاط الرياح أحيانا على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بالليل. كمان النهاردة في فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كمان في رمال مثارة في عدد من المحافظات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.